متابعي الماروك اطلس سبور، كنقول لكم مرحبا بكم، شكرا على التفاعل ديالكم، وكنتمنوا تستمروا في الدعم ديالنا خاصة بالاشتراك وايضا بالضغط على زر الاعجاب على اي فيديو كنحطوه، لاننا كنبغوا نناقشوا مواضيع ديال فريق الرجاء البيضاوي بعيد عن الاشاعات. كنتمنوا دعموا هذا المحتوى هذا. غادي نهضروا اليوم على بن حليب، لان هذا المسلسل ديال بن حليب بدا قبل ما يوقع فريق الرجاء البيضاوي مع اللاعب كينزومبي، وشفنا شنو وقع مع كينزومبي. رجع بن حليب للواجهه مع فريق الرجاء البيضاوي. غنهضروا ايضا على الصفقه ديال المقعازي والوحده السعودي، او العرض ديال الوحده السعودي اللي كيدربوا الان المدرب الالماني زيمباور، اللي قدم عرض كبير كبير بزاف كيفوق العرض ديال فريق الرجاء البيضاوي. لكن نقدروا نقولوا ان باقي مازال مفاوضات بين المقعازي والرجاء، الى ان العرض السعودي قريب يحسم الصفقه للصالح ديالو. غادي نبداو نهضروا على بن حليب، اللي كل ما كيتجبد الاسم ديالو الا وكيتقسم الجمهور فريق الرجاء البيضاوي بين مؤيد وبين معارض. انا لو سولتوني والراي ديالي بغيت نعطي لكم، فانا مع التوقيع ديال محمد بن حليب. شفنا اللاعب تالق هذا الموسم، شفنا اللاعب عنده رغبه، زائد اضافه على ذلك فهو بغى يوقع الفريق الرجاء البيضاوي ويتنازل على بعض المستحقات الماليه ديالو اللي كيتسال، وهذا عصفورين. الرجاء البيضاوي غيضرب عصفورين بحجر واحد. فبن حليب عنده الرغبه يرجع لفريق الرجاء البيضاوي. بن حليب العقليه المزاجيه ديالو اللي كانت سلبا اللي خلاته يخرج من فريق الرجاء البيضاوي الان تغير. الرجل راه كيبلغ الان تقريبا 28 سنه، يعني هناك نضج فكري عنده، ما بقاش ديك العقليه الصبيانيه. انا عنده رغبه انه يجي لفريق الرجاء البيضاوي ويتالق مع فريق الرجاء البيضاوي. فكنتمنى من الجمهور اللي كيقول لا يعطي فرصه لمحمد بن حليب. راه المكتب المسير ملي كيشوف نايت صداع على لاعب وشي كيقول لا وشي كيقول راه ما كيبغيش يدخل في هذه المعركه هذه، فهمتيني؟ ما كيبغيش يخلق على راسه ضغط. فاحنا الدور ديالنا او الدور كالجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي هو يدعم المكتب المسير. اللي بغى يديرو خليه يدير، خليه يخدم، حتى لا فشل غيتحمل الفشل ديالو بوحدو. الغلط اللي كنا كنديرو كان الجمهور كيتداخل في المكتب المسير، بغى ما عجباتوش الخدمه ديال هذا كينوضوا ليه، ما كيخلوش يخدم على خاطره. الان خليه بن حليب الا بغى يرجع، الاداره ديال فريق الرجاء البيضاوي لقات المصلحه ديالها الماديه والمصلحه ديالها ان اللاعب غادي يعطي الفريق الرجاء البيضاوي، خليه ونعطيو اللاعب بن حليب فرصه، واخا غير عقد فيه سنه. فنتمنى من الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي الى وقع بن حليب لفريق الرجاء البيضاوي بلا ما يخرجوا داك الاراء السلبيه وداك راه بن حليب ديال شحال هادي راه ماشي هو دابا، ولونطوراج اللي فيه هو راه كلشي كيقول بن حليب تبدل ونضج ودار عقله وباغي يلعب في الرجاء ورجاوي وما عمروش الرجاء وما جرجرش الرجاء في المحاكم لحد الان. هو راه وشفنا الطريقه باش خرج، راه خرج حتى للدقيقه 90 عاد عطا وراقي، يعني ما غادي يوقع حتى شي فريق، حتى ولا غادي يمشي مشى ليبيا باش يلعب. فنتمنوا ما ندخلوش في شي حوايج حنا كنشوفوهم من بعيد وما كنشوفوش الحقيقه اللي وقع، الحقيقه بين بن حليب واداريا فريق الرجاء البيضاوي في ديك الفتره. راه حتى كاينين الله يهدي شي بعض المسيرين راه كيكرهوا اللاعب انه يبقى يلعب لشي فرقه. حنا دابا مسالينا من داك العهد ديال المحفوظ وديال الزيات وديال الحسبان وديال الحسبان عفوا، سالينا منه، حنا بغينا نشوف واحد العهد اخر، عهد ديال الماركوتينغ، عهد ديال الفلوس كتدخل فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي مستثمر في الاكاديميه وكيطلع لعابه ديالو منتوج ديالو حتى انتدابات بغينا نتهناو منهم مستقبلا. فبن حليب في الراي ديالي انا بن حليب ديال الرجاء، اللعب ديالو ديال الرجاء ومحتاجه فريق الرجاء البيضاوي، وما كاينش شي لاعب في فريق الرجاء البيضاوي حاليا في المقومات ديال محمد بن حليب. باش نكونوا واقعيين، يمكن الانسان غلط ولكن من داك الغلط ما خصوش يبقى يعيش، ما ترحموش يعني، على الاقل اعطيه فرصه واحكم عليه عاوتاني،
يعني إذا كان عرض غير بسنة واحدة فده مفيد لفريق الرجاء البيضاوي، باش نكونوا واقعيين هذا ما غادي يفيد فريق الرجاء البيضاوي، إذا كان عرض غير سنة واحدة راه غيفيد فريق الرجاء البيضاوي. فعلى العموم كنتمنى من جمهور فريق الرجاء البيضاوي ما يتدخلش إذا كان بالحال يبغى يرجع الرجاء. أنا في الرأي ديالي بغيتو يرجع فريق الرجاء البيضاوي، وبغيتو يحيد ديك الصورة الخايبة اللي كان ديال محمد بن حليب اللي كان الجمهور كيعير فيه، بغيت انا تحيد ويرجع داك محمد بن حليب النجم ديال فريق الرجاء البيضاوي، اللاعب اللي غيعطي لفريق الرجاء البيضاوي وعطاه ومازال خصو يعطي لفريق الرجاء البيضاوي، لان المؤهلات والطالون اللي عند محمد بن حليب راه ما كاينش هادشي لاعب اخر في البطوله. للاسف العقليه ديالو هي اللي خلاته يفشل في ديك المرحله مع فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى ان فريق الرجاء البيضاوي او العوده ديال محمد بن حليب يدارك داك الغلط اللي كان داروا شحال هادي يدارك ويتألق رفقة فريق الرجاء البيضاوي. أما بخصوص اللاعب المكعزي، اللاعب المكعزي كما كنعرفو انتهى العقد ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي، وكاينه مفاوضات لكن مفاوضات صعبة صعبة للغاية، بذلك لأن اللاعب كيتشبت بأنه ياخذ المستحقات ديالو الكاملة من إدارة فريق الرجاء البيضاوي. عادي يهضر معاك واش غادي يجدد ولا ما غاديش يجددش، واش القيمه ديال التجديد غادي يكون متفق بها مع اداره فريق الرجاء البيضاوي ولا اللاعب الان مصعب المفاوضات مع فريق الرجاء البيضاوي. باش نكونوا صريحين، مصعب المفاوضات لانه مازال ما خداش المستحقات ديالو، ده حقه طبيعي، لان العيب ديال الجمهور هو ان الجمهور كيكبرها لاي لاعب. راه اللاعب موظف، راه فاش كتوقع معاه فاش كطيح معاه في هاد لاسوسياسيون اللي طيح فيها المكعزي مع فريق الرجاء البيضاوي، والله ما يتنازل لك على شي حاجه. النموذج ديال هادو يبوس لك اللوغو ويبوس لك ما عرف شنو، ولكن فاش يوقف عليه راه وانتهى العقد ديالو وجا شي عرض كبر من العرض ديال فريق الرجاء، والله ما يعقل عليك. الان خاص اداره فريق الرجاء البيضاوي تطوي هذا الملف ديال المكعزي، لان صافي اللاعب عطاه لعب تقريبا اظن اكثر من 5 سنوات مع فريق الرجاء البيضاوي، فبارك ما بغاش يجدد بخاطر ديالو، عطاو المستحقات ديالو صافي والسلام. المهم هاد اللاعب ما خصوش يبقى يدور مره اخرى في فريق الرجاء البيضاوي، لان اي لاعب كيتحاسب مع اداره فريق الرجاء البيضاوي حتى في مرحله كتشوفها فريق الرجاء البيضاوي كيقول لك هكا الشيكات، يعني ترى ضمنتي واحد الجزء ديال الحق ديالك ضمنتيه، كيقول لك هكا وغتصرف في وقت فلان فلان، وانت لا كتشبت بانك تاخذ المبلغ كامل، عاد تفكر واش غادي تجدد الفريق الرجاء البيضاوي او لا. كنتمنى من الجمهور ما يبقاش يعني يكبرها لاي لاعب، لانه هو في الاخير موظف. راه شفنا بوزوق راه كل ما خداش المستحقات ديالو ما غايجيش يتشرين مع فريق الرجاء البيضاوي، وكان باغي يفسخ العقد ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي. اي لاعب كيلعب فريق الرجاء البيضاوي هو موظف، كياخذ المستحقات ديالو، خصو يعطي داكشي اللي عنده وخصو يلعب داكشي اللي عنده، والعاطفه ما خصهاش تبقى عندك في المؤهلات ديالك، غتلعب ما عندكش غتمشي في حالاتك، وهادشي اللي خصك تمشي عليه فريق الرجاء البيضاوي، لانه فريق محترف خصو يمشي بهاد السياسه هادي. على العموم بغيناكم تعطونا الراي ديالكم في العوده ديال محمد بن حليب، واش نتوما معاه ولا ضده، ايضا في تجديد المكعازي واش نتوما مع التجديد ديالو او لا. هادشي اللي كاين في اخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع تعليق الفيديو، الاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.